أربعة شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية. أي حد عن سؤال استفسار أي حاجة يحب يشارك بيها معنا خشونا على صفحتنا على الفيسبوك أربعة شارع شريف، ممكن تتواصلوا معايا من خلال الانستجرام شريف مدكور تي في. عندنا النهاردة معجنات كالعادة، ومعنا ملكة المعجنات أميرة، وبتعمل عاملة لنا النهاردة معجنات بالجرجير. أول مرة أسمع حاجة كده. إيه بقى دي؟ طيب إحنا دي كويسة بقى. الأول؟ أه والله الحمد لله دايما كويسة، نعمة وفضل. ده أنا هايلة. يبقى الموضوع مش حلو. ماشي ربنا معاك. زي الفل. بص بقى يا سيدي، الجرجير حلو وإحنا عايزين نحطه في حاجات كتير، فجندناه وعملناه كأنه زي السبانخ. ماشي. وهنعمل بيه حشوة طعمها تحفة، ونفس العجينة طعمها يجن. يعني كل العجينة دي جواها جرجير؟ العجينه فيها جرجير والحشو فيه جرجير. خلاص ليلتنا جرجير. ليلتنا جرجير حديد. ماشي. طيب يلا، خبز الجرجير والسمان. للعجينه معلقه كبيره خميره فوريه، كوبايه ونص لبن، معلقه كبيره سكر، نص كوبايه زيت، 2 بياض بيض، معلقه ملح، 5 كوبايات دقيق، كوبايه زبده سائله، نص كوبايه جرجير مفروم ناعم، ومعلقه ثوم بودره. الحشو بقى معلقتين زبده، 2 كوب بصل مكعبات، كوبايه لحمه مفرومه، 4 حزم جرجير، معلقه كبيره صلصه طماطم، 4 معالق عصير ليمون، 2 معلقه كبيره سماء، ملح وفلفل، كوبايه جبنه فلامنك مبشور، وللوش صفار البطين، ومعاهم معلقه خل صغيره. اوكي احنا جاهزين. يلا طيب الاول نعمل العجينه وبعدين ولا نعمل الحشوه؟ احنا عندنا فاصل. هتعملي العجينه والحشوه؟ العجينه هنعمل العجينه والحشوه، لان ده بياخد وقت وده بياخد وقت. ماشي. انا هحط بس في الحشو، هحط البصل على النار عشان يتكرمل، ومعاه ايه اللحمه. خلاص ادي البصل وادي اللحمه المفرومه، المفروض ان هما يتكرملوا واللحمه تطلع ميتها وتشربها. في هذه الاثناء نعمل بقى ايه؟ العجينه. ماشي. العجينه بتاعتنا زي ما قلنا انه الدقيق ساعات بيشرب السوائل ساعات لا، فاحنا دايما هنبقي شويه من اللبن، شويه من كل حاجه. دي انا حطيت تقريبا كوبايه لبن، ومعاهم بياض البيض، بياض بيضتين. ومعاهم الخميره و السكر، يعني معلقه سكر، هنقول معلقه سكر، وهنقلبهم ونسيبهم 10 دقائق بس. يتقلبوا مع بعض و10 دقائق لغايه ما يعمل فقاعات، واول ما يعمل فقاعات الخميره تطلع الفقاعات بتاعتها هكمل. وهي بتلف هنحط بقى الثوم البودره والزيت، الزيت نص كوباية زيت، بعد ما نتأكد ان الخميرة تمام وايه وطلعت الفقاعات. وهنبتدي بقى ايه نحط الدقيق شوية بشوية. انت بقى تحط الدقيق شوية بشوية، وطبعا يعني نحط مثلا ايه 3/4 وكده، وسيب لي الربع علشان نفرد بيه العجينة. اشيل بقى ايه الحاجات دي ونبص على الحشو بتاعي. يبقى احنا حطينا السوائل كلها، وبعدين حطينا بودرة الثوم والزيت، واخر حاجة الدقيق بنحطه شوية بشوية. اول لما اللحمه تطلع ميتها وتشربها وتتكرمل اهي، هنبتدي نحط الجرجير والليمون والسماء والصلصه. ما تنساش انا حطيت كمان بياض البيض. بياض البيض بيخلي العجينه انت عايزه العجينه دي مقرمشه.
عايزاها ملزقة ولا عايزاها ايه؟ نسينا نحط حاجة مهمة جدا. ده ايه؟ ده جرجير بيست. معجون جرجير. معجون جرجير. ده حطه كله؟ عملت ايه؟ جبت نص حزمة الجرجير وقطعتها صغير قوي وضربتها في الخلاط لغاية ما بقت زي الكريمة كده. أو زي كريمية وما حطيتش أي حاجة ولا مية ولا أي حاجة. خلاص؟ بعد ما اللحمة طلعت ميتها وشربتها هنزل بالجرجير. دول أربع حزم جرجير حطيتهم ومستخدماهم بدل يعني لو جبنا كمية جرجير كتير مش عارف ايه، الجرجير عشان الحديد كويس قوي. ودي معلقة الصلصة وده السماق، معلقتين سماق، ونحط بقى الملح والفلفل. نايف وفلفل اسود، لو عايز يحط شطة يحط، انا بحب الشطة. وهقلب الليمون، هحطه بعد ما هطفي النار. الجرجير ده المفروض ان هو يطلع ميته ويشربها زي السبانخ، عملته معاملة السبانخ، بيطلع حاجة طعم جميل جدا. العجينة دي لونها اخضر، لم من الجناب لسه اديت لك حاجة تلعب انت. يبقى ممكن اعيد تاني الحشوة بتاعتي. اميرة تعالي بصي كده، يلا لازم تلم من الجناب. والله اول ما الميه تختفي خالص من العجينه بتاع من سوري من الحشوه بتاعتي هنزل بالليمون. ده اخر حاجه. الحشوه دي طعمها تحفه تحفه. خلاص كده الحشوه بتاعتي خلصت. دي قرب يخلص. دي قرب يخلص. خلاص سيبها بقى زي ما هي كده. لا كده كفايه. العجينه دي زي ما قلت لك اهي لونها بيبقى اخضر. اول ما تلم من الجناب هقوم منزلاها في بوله ومغطياها، ومش ما تتعجنش كتير. بتطلع وإيه؟ ما تتعجنش كتير. طب يعني كده خلاص؟ معاكي هناك اسيبها ادي تخمر؟ سيبها تخمر، هيتضاعف الحجم بتاعها هيبقى زي دي. خلاص ممكن بقى تطلع ده. خلاص كده انتي على ال ده صفار البيض، هحط له نقطة خل، وده هيبقى ال خلاص. انتي كده سوري انتي كده على تركيب العجينة. ايوه بالظبط كده خلصنا العجينة اهي والحشو جاهز. طيب نسمع اغنية؟ يلا. طيب هسمعنا ايه يا استاذ؟ هنغني كامل الاوصاف. الله بيغني لك اهو. يلا بيقول لك كامل الاوصاف. شفتي بقى؟ اي خدمه كامل الاوصاف. طيب خلينا نسمع الاغنيه دي من احلى اغاني العندليب. وبعديها ناخد فاصل، بعد فاصل نرجع لكم نكمل فطاير الاميره. خليكم معايا لو سمحتوا. مزيكا ونايات بتقول تنهيدة.
صبر بحور بعيدة بعيدة بعيدة. قالوا شفايفه قالوا شفايفه نايات بتقول تنهيدة وصرت استنى والنجم معايا دوبني ودوبنا في عيون نسايا نسايا وسهرت استنى والنجم معايا دوبني ودوبنا في عيون نسايا نسايا ليه يا قلبي ليه ليه خدوني خدوني ليه توهوني غربوني توهوني غربوني توهوني غربوني العيون السود ليه ليه خدوني كامل الأوصاف فتني والعيون السود خدوني من هواهم رحت أغني يا ليلي كامل الأوصاف فتني والعيون السود خدوني من هواهم رحت مرة تانية نكمل صنف المعجنات بالجرجير اللي الست أميرة عاملاه. طيب ادي العجينة بتاعتنا لما ايه نفشت بقى بقت جامدة كده اهو خلاص العجينة دي طرية ولا تلتصق خلاص والله انا قلبتها وهعمل كده وهقسمها على أربعة متساوي كل واحدة قد التانية وهحاول بقى يعني تبقى كل واحدة قد التانية يا بالميزان يا بالإيد كده خلاص دي الدورية بتاعتنا هفردها على المنضدة بالنشابة المنضدة بالنشابة المنضدة بالنشابة لغة عربية فصحى انا فظيعة اهم حاجة ان هي بس ما تلزقش مني علشان ايه هوريك انا هعمل ايه نعمل كده هنفردها على شكل بالتقريب مربع اوكي خلاص يعني او مستطيل سمك نص ملي او ربع ملي شوف لونها اخضريكه ازاي خلاص وبعدين هجيب الفرشه ده ايه ده هجيب الزبده ايه ده هتبقى زي ميل فاي ياس هتورقيها هنورقها هنحط كميه لا باس بيها احنا نستخدم كوبايه ونص من ايه للزبده يخرب عقلي مش لازم تاكل منها كتير على فكره ممكن تعملها تستخدمها بس دي لونها العجينه دي لونها مش اخضر ليه؟ لونها اخضر اهي امال اللي عندي دي مش خضر هي هتبقى لونها كده زي اللي عندي؟ من بره بني من جوه خضرا؟ خلاص انا حطيت كده بعدين ايه هقوم ثانيه ممفضه وعامله طبقه زبده مش هتعملي كده في الاربعه؟ اهو في الاربعه بتقعدوا تروحي تعملي كده؟ ايوه
قناطيع. لا ممكن، لا ممكن نعمل واحدة. أنا نعمل واحدة. شكرا. ماشي خلاص. وبعدين هنتني تاني كده. وبعدين نحطين. يا لهوي الواحد ياخد قطمة. لا بس هي صحية ولا إن هي صحية؟ الواحد بيحتاج للدهون الحيوانية. ما هو كل شوية الواحد بيقرأ وبيتلاقيه بيلغي لنا اللي فات كله، يقول لك ده مش صحي وده صحي، بس هي الدهون الحيوانية صحية جدا. خلاص تنيت، كل ما بتني كل ما بحط زبدة كمية لا بأس بها برضه. لا بأس بها. خلاص ودي التانية الأخيرة، هنفض وهحط برضه اهو، وبعدين هحطها في الطبق اهي واحطها في التلاجة. طلعيها لنا بقى وريني هتبقى شكلها ايه. هنقعد نعمل زبده وزبده للصبح. اهي اوكي نحشيها بقى. اجي نضف لك انا تعالي بقى. لا انا عايزه طبعا. ما هو في زبده، فطالما في زبده عشان ما يلزقش هناخد واحدة ونقرا بالنشابة. امبارح كنت بتفرج على فيلم حلو قوي لأستاذ إسماعيل ياسين، أول مرة كنت أشوفه. اسمه إيه؟ شهر عسل بصل. ده بتاع ماري منيب. شفتيه قبل كده؟ عمري ما شفته. اللي هو كانت فاكراه هيجي يخطبها وخطب بنتها وراح اتطورت عليه في شهر العسل. شفتيه؟ ده مسخره. ده انا قعدت بص كنت يعني كنت عايز اشوف اي حاجه كده لذيذه. قعدت اتفرجت عليه وقلت ايه الحلاوه اللي كنا فيها دي؟ قوي. هي كانت بسيطه كده. بنضحك على حاجات محترمه يعني مش لازم الواحد في حاجات يعني قديحه يعني ولا اللي في ادب. لا لا عشان نضحك على فكره. النهارده كنت مشاهد حاجه عندي على الفيسبوك، معرفش شفتيها ولا لا. بتحكي عن جيل السبعينات اللي هم كانوا طفولتهم في السبعينات ومراهقتهم في الثمانينات وبدايه شبابهم في التسعينات اللي هو انا بالظبط. ايوه وكل فتره من دي كان فيها ايه في مصر موجود وايه يا وانا بقراها عايز اقول دمعت. صحيح. طيب بمناسبه الفيسبوك انا بس عايزه اقول لك يعني او عايزه اقول للناس يا جماعه يعني ما تزعلوش مني، انا مش ما بردش على الناس ومش بقرا، انا بقرا ساعات وساعات ما ببقاش شايفه، بس انا الفيسبوك ده بالنسبه لي لا مش بحبه، انا بحس ان الناس بتطلع على حاجات بعض وانا ما بحبش لا اطلع حد على حاجتي ولا اطلع على حاجه حد، وبس وبعدين اخبار بتبقى ساعات كتير مزيفه يعني هي كلها مش كتير، فمش مش ببقى اخبار مزيفه والواحد يقول حاجه يقلبوا الكلام عكس اللي قاله، فانا بستخدم الفيسبوك لحاجه واحده بس ان انا انزل الوصفات. عندك حق. بس كده يعني وانا متاسفه والله، بس انا يعني انا من كام يوم كتبت بوست ما عرفش شفتيه ولا لا. السادة بعض المواقع قلبته، قلت ايه؟ هقول كده اختصارا يعني ان زي ما الست ليها عورة مش مفروض تبينها، الراجل كمان ليه عورة مش مفروض تبينها يبينها علشان في شباب بنشوفهم حاطين صور غريبة قوي، فيا جماعة الاثنين حرام. المواقع بقى قالوا لك ايه؟ في موقع لطيف قوي شريف مدكور يحرض على الفسق والرذيلة ويشجع الستات انهم يبينوا عورتهم. لا والله يا شيخ انا قعدت اقول انتوا ازاي ازاي لا لا وفي لا موقع لا. تاني برضو اخد حته وقلت لهم انتوا ازاي وفضحتهم لان اخدت بقى بوستاتهم اللي هم كاتبينها وحطيتها جنب الكلام اللي انا كاتبه والناس دخلت بعزقتهم في الحقيقه. لا ده حاجه بقت حاجه تقرف يعني بصراحه مفيش ضمير. لا لا خالص. كملي بقى هنحشي البتاع ده؟ هنحشي بقى البتاع ده، هو البتاع ده هو كده خلاص استوى. احنا نشيله من على النار بقى ونسيبه ايه يبرد. هو عايز اقول للزميل العزيز المحترم رامي رضوان انه عنده كورونا. سلامتك الف سلامة ان شاء الله ترجع فلة. يا راجل يا محترم يا اصيل يا ابن الاصول. هو طبعا عارف انا بعزه معزه خاصه جدا والف سلامه عليك يا رامي حبيبي.
وخايف على الناس، وكتب يا جماعه لو اي حد كان جنبي خلال اليومين اللي فاتوا يروح يعمل التيست المسح او الكلام ده. يعني شخصيه راقيه يعني يسلم البيت اللي رباه. يا رامي يا رضوان انت جميل، وربنا بقى يقوم كل الناس بالسلامه. انت بتعملي ايه؟ بص بقى، الحشوه بتاعتي المفروض ان هي تبقى بارده خالص، تبقى ساقعه يعني. خلاص بحطها على الطرف كده لغايه نص العجينه، وبقفل وبلف وبقفل، وبعدين بكمل بقيت لف بقى زبده ولا سمنه على الفاضي. لا ما خلاص هي كلها من جوه كفايه. مليانه، فاحنا خلاص كده زي هتدهنيها حاجه من فوق. هندهنها بيض وهنقسمها. تحب نعمل تاني برضه؟ لا لا هي واحده بس. طيب انا عايزه اوري لك بقى هنعمل ايه. هنجيب سكينه. ما تجدحليش الصينيه. لا انا هقول لك بس. ده من فوق بس شرحيها. هشرحها كده. وممكن كده بس، وممكن بالعكس كده، وهندهنها. ودي بتخش الفرن قد ايه؟ بالبيض 25 ل 30 دقيقه يعني مش اقل. خلاص درجة حرارة. وده صفار البيض، احنا حطينا 2 بياض بيض في العجينة، ده صفار البيض مع معلقتين خل. هندهن بيه. بتقعد 25 35 دقيقة؟ من 25 ل 35 درجة دقيقة. حرارة ايه؟ درجة حرارة 200. وخليكم قاعدين في المطبخ بصوا عليها. ماشي. ميرسي يا أمير. ميرسي يا شريف. هو انها ده الشكل النهائي بتاعها؟ شكلها يجنن. بص مورقه من جوه بقى ازاي؟ كانها كرواسون او كانها ممكن تبقى سندوتشات مدرسه للولاد. ممكن تبقى سندوتشات مدرسه بالجرجير. بشكرك اميره فهمي. خلينا نسمع اغنيه وبعد كده نروح فقره افان اند دكتورز، وبعديها نرجع لكم مع هالة عمر نتكلم عن برج القوس. خليكم معايا لو سمحت. مزيكا. البحر وننزل يحضننا الموج بمودة، ونحب الشط ونعمل من الرملة الناعمة مخدة. بنحب البحر وننزل يحضننا الموج بمودة، نحب الشط ونعمل من الرملة الناعمة مخدة. وبسرعة الوقت يجري نتقابل بكرة بدري، وبسرعة الوقت يجري بيجري نتقابل بكرة بدري. نفتح بالشوق شمسية شمسية يا حبيبي. النسمة الجريئة والنسمة الرقيقة والضحكة البريئة للموجة الشقية في بحور اسكندرية. للموجة وحشانا يا حبيبي. اوبا